في المركز التاسع انمي اوموي اومواري فوري فوراري، وهو انمي رومانسي كان مقرر نزوله في الربيع ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا ولم يحدد موعد صدوره، ويأتينا من انتاج استديوهات A1 Pictures من انتاجاتهم السابقة The Idol Master. الانمي السابع I Fall In Love With You Through Robot، في عام 2060 تتبع الرواية قصة حب مع اقتراب أولمبياد طوكيو الثالثة. تم اختيار تاكيرو أوساوا الذي يعمل في مختبر أبحاث التكنولوجيا آي روبوت كعضو في المشروع السري الوطني باستخدام الروبوتات البشرية بمساعدة صديق الطفولة وزميله في العمل يوشيرو أمانو وشقيقته ساكي. يبذل تاكيرو قصارى جهده للوصول إلى أهدافه، ومع ذلك فإن كل هذه الأمور تتغير عندما يتلقون تهديدا من منظمة إرهابية بسبب أعمالهم على الروبوتات. الانمي السادس فايوليت ايفرغاردن، اخيرا انتهت الحرب العظمى بعد 4 سنوات طويلة من الصراع. بدأت قارة تيريسيس تزدهر ببطء مرة اخرى. فايوليت ايفرغاردن فتاة نشأت لغرض وحيد وهو القضاء على صفوف العدو. دخلت المستشفى بعد مناوشة دموية خلال نهاية الحرب، وقد تركت فقط مع كلمات من الشخص الذي تعزه ولكنها لا تفهم معاني تلك الكلمات. هذا الفيلم مليء بالدراما والاحداث المحزنة، وهذا الانمي منتظر بشدة من قبل عشاق هذا الانمي الاسطوري. الانمي الخامس بير ذا ويتش، عشاق انمي بليتش ما يزالون يتلقون الاخبار الجميلة، حيث تم الاعلان عن عودة هذا الانمي بعد طول انتظار ليخرج لنا تايتي كوبو كاتب انمي بليتش ليخبرنا بان فيلم سيصدر لانمي بير ذا ويتش. وهنا ملخص لقصة هذا الانمي. 72% من مجموع الوفيات في لندن مرتبطة بالتنانين، وهي كائنات خيالية غير مرئية لغالبية الناس، وبينما هم لا يعلمون بعض الناس قد وقفوا بالفعل أمام هذه التنانين. فقط سكان الجانب المعاكس الخفي من لندن يمكنهم رؤية هذه التنانين، والقليل فقط هم المؤهلين بما يكفي كسحرة وساحرات لإجراء اتصال مباشر مع التنانين. ثنائي الساحرات نيهاشي نويل ونيني هما عملاء حماية لوينغ بايند، وهي منظمة لتدبير الأمور المتعلقة بالتنانين، ومهمتهم حماية وإدارة التنانين داخل لندن. في المركز الرابع الانمي الاسطوري والكوميدي جنتاما، انها رحلة طويلة لهذا الانمي لعشاق هذا الانمي الكوميدي والقصة الملحمية خلال هذه السنوات. سيقتبس من الفصل الاخير من المانجا على شكل فيلم طويل. لا يوجد الكثير من التوضيحات بخصوص هذا الفيلم، لكن على الارجح انه سيعرض في 2021. وتدور القصة حول حرب الكأس المقدسة، وهي معركة عنيفة بين السحرة، حيث يناضل 7 أسياد وخدمهم المستدعون من أجل الكأس المقدسة، وهي قطعة أثرية سحرية يمكنها منح المنتصر أي رغبة. منذ حوالي 10 سنوات تسببت المعركة الأخيرة لحرب الكأس المقدسة الرابعة في إحداث فوضى في مدينة فيوكي، ولقي فيها حوالي 500 شخص حتفهم لتترك المدينة مدمرة تماما. يطمح أمي أشيرو أحد الناجين من هذه المأساة إلى أن يصبح بطلا للعدالة مثل منقذه وأبيه بالتبني، وعلى الرغم من أنه لا يزال طالبا انتهى به الأمر في حرب الكأس المقدسة الخامسة، وذلك عندما رأى عن طريق الخطأ معركة بين الخدم في المدرسة ثم استدعى خادمته سايبر. في المركز الثاني انمي ايفانجيليون، بعد التأثير الثاني كل ما تبقى من اليابان هو طوكيو 3، وهي مدينة تتعرض للهجوم من قبل مخلوقات عملاقة تسعى إلى القضاء على الجنس البشري وتدعى الملائكة. بعد عدم رؤية والده لأكثر من 8 سنوات، يتلقى إيكاري شينجي مكالمة هاتفية يطلب منه فيها أن يأتي بشكل عاجل إلى مقر نيرف، وهي منظمة تحارب الملائكة من خلال استخدام آلات عملاقة تسمى الإيفا. والآن هدف شينجي هو قيادة وحدة إيفا 01 والعمل في فريق مع قائد وحدة إيفا 00 إناميري. والآن مع الإنمي الأسطوري لعام 2019، في المركز الأول إنمي ديمون سلاير، حيث جميع عشاق هذا الإنمي بانتظار هذا الفيلم، حيث يكمل أحداث الإنمي. تدور القصة حول تانجيرو وزينسو وإينوسكي، حيث يقومون بشراء تذاكر للقطار الغير محدود للبحث عن رينغوكو كونجيرو عمود اللهب، بأمل أن لديه بعض المعلومات عن رقصة إله النار. يخبره رينغوكو أنه أرسل في القطار لقتل شيطان يعتقد أنه يسكن بداخله، وأنه لا يعرف شيئا عن رقصة إله النار. سرعان ما أحس بالشيطان وقتله، لتطلب المجموعة التي أعجبت بمهارته أن يجعلهم تسوغوكو ورينغوكو خاص بهم. وفي الختام نأتي لنهاية هذا الفيديو الذي نتمنى أن ينال إعجابكم، ونختم بسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.